نوقف الليلة على النقطة صفر لنتأمل عقارب الساعة ونرجع معها بالزمن للماضي ونقطف العبر، وبرحلة مليانة شوق وحنين منسطر عناوين كتاب الشهرة بمفردات لا مستحيل. ضيفي رسم على جدران بيوت حارات الشام العتيقة أحلامه بريش مغمسة بحبر من الشغف تيلون ملامح شخصية نجم استثنائي بكل تفاصيله. هو النجم اللي شهر سيفه ليتمرد ويتحرر بموهبته من تحت جناح والده فنان الشعب رفيق سباعي ويصنع اسمه بنفسه. كتاب الشهرة بينطلق مع قصة نجاح النجم السوري سيف الدين سباعي. الممثل، الكاتب، المغني والمخرج سيف الدين سباعي، أهلا وسهلا فيك بكتاب الشهرة. أهلا وسهلا. حبيت التراتبية هيك أو بدك تعدلها؟ يعني هي تبع الكاتب شوي ثقيلة، يعني أنا ما اللي كل اللي تجاربي بالكتابة هي بس فيلم واحد، كتبت فيلم واحد، فما بعتبر حالي كاتب أبداً. يعني نحذفها؟ إيه خلينا نحذفها. أصحاب كتاب الشهرة بيتقنعوا ليحموا شخصيتهم الحقيقية من لهيب الأضواء. سيف الدين سباعي قادر يكون اليوم الدرع الحامي لسيف الدين محمد رفيق سباعي؟ شو السؤال الصعب هذا؟ دغري هيك ببلش انت؟ دغري. سألني كيفك، شو أخبارك، أول شيء كذا. شوف رح أقول لك شغلة، أنا موضوع الشهرة بالنسبة إلي كان إشكالي، يعني من أول ما بلشت بالمهنة بشغلي بالفن كنت دائماً متردد باتجاهه. يعني حتى لما بلشت أن أعرف كممثل شاب أنا خوفتني الفكرة. ليه؟ خوفتني فكرة أنه العالم كله تصير تطلع علي وين ما بروح. بتحب الخصوصية؟ إيه خوف. أول شيء طبعاً مثل أي حدا بينغرى فيها الفكرة، بس مع الوقت بلشت أكتشف قديش هي خطرة. قمت أنا باللاوعي بلشت أتجه بإني دور على شيء تاني يبعدني عن هذا الضوء، قمت اتجهت على الإخراج. بس فيها حلاوة الشهرة كمان، لا؟ أي أكيد أكيد. الأحلى شيء بالشهرة هو الحب. يعني أنا بحس إنه حب الناس أحياناً بحسه فعلاً، يعني لما بيحكوا معي وبيسلموا علي، وخصوصاً بسوريا بالشام، وخصوصاً إذا كان حدا عنده أب مثل أبي يلي بيتصادف انه اليوم انا عم صور معك الحلقه بذكرى السابعه لوفاته، الرحمه لروح الفنان رفيق سباعي. فعرفت شلون؟ فلما انت بتمشي بالطريق وبتصير العالم بتقول لك الله يرحم ابوك، الله يرحم ابوك، تستمد منهم القوه والصبر. هذا شيء بغايه المتعه. فهي هي الشغله الوحيده الحلوه بالشهره، باقي الشغلات كلها صعبة والله. ليلي انا وانت استاذ سيف رح نوقف على ابرز محطات حياتك لنشوف كيف قدرت تصنع محبة الناس وكيف قدرت تصنع اسمك ونجوميتك. وأول محطة يلي هي أكيد تاريخ الميلاد، حضرتك خلقان ب 10 نيسان عام 1973. هذا التاريخ مسجل على الهوية. على الهوية. ولكن أمي تصر إنه أنا ولدت ب 4 نيسان وليس ب 10 نيسان. ب 4 نيسان، ضبطوا لنا إياها على الهوا، 4 نيسان وتأخروا ليسجلوك، صح؟ يبدو تأخروا ليسجلوني كم يوم فسجلوني ب 10 نيسان، هي مصرة ضلت تصر إنه 4 نيسان. كان يوم 4 وكانت 4 نيسان. وأنت بأي بتحتفل، 4 أو 10؟ لا أنا بحتفل ب 4. ب 4، ضبطوا لنا تاريخ الميلاد. العمر لحظات، بس أوقات بعض اللحظات بتكون هي العمر. هل في شي لحظة بتلخص عمر سيف الدين سباعي؟ أنا برأيي الحياة علي معقدة أكثر بكثير من أنك تختصرها بلحظة. يعني نحن بالشي اللي بنمر فيه بحياتنا بنمر بمحطات كثيرة، صح، هي بتغير لنا حتى مبادئنا أحيانا، يلي أول اللي نحن منفكر إنه هي مبادئ، بس مع الوقت منكتشف إنه لا، ما لها مبادئ. بس في لحظات عالية جدا بحياتها، مثل مثلا لحظة ولادة الدهب، أنا بالنسبة لي كانت لحظة عالية جداً بحياتي. بس إنه تقلي غيرت، لا، ما في شيء اللي بتغير حياتي هو مجموعة الأفعال والأفكار والمشاهدات وكل ما أؤمن به. كيف عم يتغير؟ هذا اللي بيغير حياتي، هذا اللي بيعمل اللحظات المؤثرة بحياتي. تكتشف بعض الأحيان إنه العادات هي شوية تقاليد فقط؟
ما العادات مثل ما عم اقول لك، العادات هي دائما عرضه للتغير، بس هي بحاجه لناس شجعان. والمبادئ، وحتى المبادئ يا سيدي، انت بتفكر انه بلحظات انه في شيء مستحيل يتغير، لا لا لا، ما في شيء ثابت بالدنيا. شو غيرت بمبادئك؟ انا كنت مثلا كان عندي حاله من الحقد الاكثر على الناس لما اللي بيغلطوا معي. صعب تسامح؟ ايه كان صعب كثير سامح. هلا مثلا ما عاد كثير تفرق والله، حتى لو غلط. صرت بالعكس، صرت عم ببحث دائما عن مبررات لإله ليش غلط، مشان اقبل اني سامحه بسرعه. مثل ما ذكرنا، والدك والممثل القدير الراحل رفيق سباعي كان رفيق موهبتك من انت وصغير. كم كف اكلت منه لما حاولت تفلت ايده؟ ما كثير والله، لانه انا كنت ما كثير فلتت ايده، او ما كثير هو ما كثير فلتت ايده، ما كثير فلتت ايده، وانا ما كنت حدا الشاب الطايش بصغري، كنت حدا هادئ يعني، طبيعتي حدا هادئ وما تعبته. انا ما بحس حالي كولد كوني انا اصغر واحد باخواتي. بس انتو ثلاث بنات وثلاث شباب. ثلاث بنات وثلاث شباب، يلي هن الراحل عامر سباعي، المخرج بشار سباعي، صباح، صبا، هبه، وانت الصغير. مع انه يقال استاذ سيف انه السلوك الانحرافي عند صغير البيت بتكون نسبته اعلى من عند غيره، كنت قامع هالسلوك جواتك؟ كان السلوك الانحرافي عند الاخ الاكبر الحقيقه، كان عامر الحقيقه الله يرحمه، كان اكثر واحد مجنن بابا الوقت كان صغير، يعني وقت كان شاب. وانا هيك بسمع من اخواتي، يعني انا ما بعرف بهي المرحله كنت صغير، بس يحكوا لي اخواتي انه كان عامر هو اللي مجننه جدا، هو المتمرد مشن، لدرجه انه هو زوج وعمره 20 سنه مشان يخلصون رحمه الله عليه. يعني انا بتذكر تماما، فهو كان شقي عامر وقت كان صغير، شيء يسرق له السياره ويضربها، يضرب يعمل حادث ويترك له اياها ويمشي. فانا لا، انا كنت العائل. واليوم يعني بعتقد كل مالي عم بعقل اكثر، لانه انا بس هذا لا يعني اني انا ما جربت الطيش والجنان، ولكن جربته على وعي اكثر. لعبه الحياه شوي مختلفه عندك، لانه ايضا يقال انه مستوى الاعتراض والمغامره عند المراهقين بيرتفع، واذا بدك بيفقدوا الاهل السيطره على اولادهم. سيف المراهق هون ما عاش نزوات بحجه الاستقلاليه؟ لا والله، لا والله ابدا. ما كان بدك تستقل عن قرارهم وتقول لا؟ ابدا ابدا. اللي صار اني انا مو كنت اصغر واحد بالعيله، فلما انا بلشت اكبر وبلشت اصير مراهق، اخواتي كل معظمهم تجوزوا، وصفيت انا وبابا وماما لحالنا بالبيت، فصفيت انا الوحيد اللي انا مع هدول الاثنين الختايره اللي موجودين بالبيت. فصارت فكرة أني أنا أنفصل عنهم صعبة كثير. أنا تعذبت كثير لطلعت من بيت أهلي على فكرة. أنا لوقت ما صار عمري 26-27 سنة لحتى قدرت أترك بيت أهلي، لأنه أمي ما كانت تخليني ما كانت ترضى ولا بأي شكل، وكانت كثير تستهجن الفكرة أنه ليش بدك تروح للبيت لحالك ومشان شو كذا. يا ماما خلص أنا بلشت أشتغل وبلش صار عندي حياة خاصة، وصار بدي صار لازم أن أكون لحالي يعني، ولا تقتنع بأي شكل، لدرجة أني أنا عملت القصة سرقة سلحبة يعني. استأجرت بيت بمكان تاني، صرت نام يوم هون ويوم ببيت أهلي، يوم ببيت أهلي، يومين. صرت تشيل ثيابك شوي شوي حبيل حتى اقتنعوا أخيرا أني أنا قريب هون، صرت موجود بس أنا صرت لحال. والدك قبل ساعات من رحيله سنة 2017 وعي من الغيبوبة حتى يقلك الله يرضى عليك. أي والله. ليه أنت بالتحديد؟ يمكن حس بحياته أنه في حدا قدر يحمل رايته، بجوز بهيك إذا ما عندهم هاي الأفكار، إنه عندهم هذا الاهتمام إنه لازم حدا يكمل مسيرتهم. يمكن حس رايته الفنية، إنه أنا قدرت استلم رايته الفنية ورح خلي اسمه موجود، فبحس مشان هيك يمكن رضي علي أو فاق لحتى يرضى علي. هو فعلا هيك صارت القصة تماما، هو كان تقريبا فات بالغيبوبة، فاق 3/4 ساعة لما أنا وصلت من بيروت، كنت هون بلبنان ورجعت على الشام. مين اتصل فيك قال لك تعال؟ اتصل فيني الحقيقه، عرفت انا من بنت اختي صباح زينة اللي هي عايشه بفيينا، بتقلي انت دريان انه ابوك تعبان كثير. انا كنت مسافر من 3 ايام يعني، ما كان صار لي زمان تاركه. قالت لي وكان الوضع عادي، قلت لها لا ما دري. فحكيت دريت انه الوضع، فنزلت دغري بالليل، كانت الساعه شيء 9 9:30. انت وعم تفتح باب الغرفه؟ أنا وعم بفتح الباب البيت، هو وعي لمدة شي 3/4 ساعة.
قعدنا وحكينا وحكى مع اخواتي ورضي علينا كلنا وكذا، ورجع بعدين هيك فات بهي الغيبوبه للظهر، للظهر لثاني يوم الظهر توفى. اليوم من مين بتاخذ الرضا؟ انا اخذ رضا منيح يعني، انا بكفو معبي منيح. امي وابي الحمد لله يعني هن الاثنين رضوا علي كثير، وانا بحس اني كل شيء عم يزبط معي هلا بالدنيا هو من وراء رضاهم. انا بعرف اني كنت مرضي الحمد لله، يعني بيني وبين ابي وامي هن بيعرفوا اني انا كنت مرضي، واذا عم بتوفى هلا فانا عم بتوفى برضاهم. بس الله يرحم الوالد والوالده، بحترم كثير دموعك، يعني هيدي قصص الحياه، ما في حدا بحل مكان الاهل، وهني هلا اكيد شايفينك. وما حدا بيقدر الاهل غير لما يفقدهم الحقيقه. نحن بنعيش حياتنا بننسى اهلنا، بننساهم، بنفكر الحكي حكي لوقت ما نحس، بنبلش نحس بفتره انه هن عبء علينا، بفتره بنحس هيك منهم. لما بنفقدهم بتحس في شيء بيفضى جواتك. انا برايي هي هي المشكله، ما منقدر. شي مرة حسيت انهم عبء على حياتك؟ كل اولاد بيحسوا اهلهم بمرحلة عبء عليهم. بأي فترة؟ بأيمتى ما كان، حسب حياتهم للناس. انا ما عم بحكي عن حالي يعني بهي المرة، انا ما حسيتهم عبء الحقيقة، يمكن تضايقت منهم فترات كذا بسيطة، بس بحياتي ما حسيتهم عبء. بس انا بعرف انه الناس كلها بمرحلة بتصير اهلها عبء عليها، بصير بيتلبك فيها، خصوصا لما بيعمل هو عائلة، بصير عنده عائلة وعنده اولاد وعنده مرة وعنده مشاغل، بتزيد عليها القصة بقى أهله وكذا، وبيحسون عبء. بس الحقيقة لما بيفقدون بيفقد كثير. أيمتى منحس باليتم أكثر، بعد وفاة الوالد أو الوالدة؟ كل حدا له فقد من نوع معين. عن سيف، أنا بحس إنه الأم لما بتموت روحك بتفضى، والأب لما بيموت بينكسر ظهرك. فبدك ترجع تبني روحك من أول وجديد، وتجلس وتحاول تجلس ظهرك لتقدر تكمل. يوم مين عم يبني الجسر ليسند لك ظهرك؟ والله يا علي أنا ما عاد متوقع من حدا شيء. استسلمت لخيبات الحياة؟ إيه ما، ولا عاد بدي من حدا شيء، ما عاد بدي من حدا شيء. بدي حاول كمل حياتي أو ما تبقى لي من حياتي بأكثر سلام ممكن وأكثر حب ممكن، وبدي غصب من على الراس العالم حبها كله. حلو هالسلام الداخلي اللي عم تعيشه. ما عاد في كلام، ما عاد في شيء محرز، ما عم حس في شيء محرز قدامي اللي عم يصير بالعالم وخصوصا بمنطقتنا. عم حس ما عاد في شيء محرز. صالحت مع اخواتك الشباب؟ انا ما موصت متصالح، وما انتوا كنتوا على قطيعة؟ ما عاد يهمني، لا 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 ما كنا على قطيعة. انا على قطيعة مع اخي بشار بسبب الارث. ايه هي المشاكل صح، والاراء السياسيه بالنسبه، لا لا الاراء السياسيه ما كثير مهمه بالنسبه لي، ما عاد فارق معي يعني يكون معارض ولا شو ما بده يكون يعني دخيله. بس هي مو هون القصه، القضيه لها علاقه بشيء عائلي بحت يعني وشخصي بحت، ما بحب انا احكي فيه على اكيد بحترم ابدا يعني. بس الموضوع ما له علاقه ابدا لا باراء سياسيه ولا بمعارضه ولا بكل هذا الحكي. فلذلك هيك انا مقرر يعني انه بهي المرحله وطلوع بقى وقدامي اللي عم بيصير حوالينا بهي المنطقة، انه نحن يا اخي نحن مشاريع موتى، امتى ما كان ممكن نموت نحن، فما عاد حرزاني القصة، صراعات بقى كمان شخصية دخيلة. بتخاف يجي النهار اللي تندم فيه انك ما انهيت خلافك مع خيك عامر قبل وفاته؟ برجع بقول لك ما كان في خلاف، عامر اللي توفى ما كان في خلاف، كان هو معارضنا سياسيا ومقرر ياخذ موقف وراح هو واولاده واستقر بمصر، وما يعني ما عملنا له شيء نحن. بس كان الوالد غضبان عليه وقتها، يعني كان حازز بقلبه يعني، بتعرف اب وابنه. عجل هالامر بوفاته بتحس؟ يمكن كسره كثير، موتة عامر كسرته كثير. هو قبل عامر مات قبل بابا بسنه ونص، انا بتذكر انه كسرته كثير الموتة. وبشار؟ بشار بعد ما صارت الازمه هو قرر ياخذ حاله يحمل حاله ويروح يرجع على امريكا. في تواصل؟ لا انا هلا مؤخرا بعد ما توفى بابا وصارت المشاكل كبرت المشاكل، لا ما تواصلت معه. بس سامحته؟ ما عندي مشكله، من جواتي سامحته طبعا. سامحته. الرحمه لروح الوالد والوالده وخيك عامر استاذ سيف، يعني عيش. عذرا ما كان قصدي ابدا بكيك. خلينا هلا ننطلق بمحطات كتاب الشهره الخاص فيك الفنيه
وأول محطة رح نوقف عليها اليوم هي الجذور لا تموت عام 1993. خلينا نحضر هالمشهد من العمل. مرحبا. يا أهلين. أول محطة منبلش فيها من بعد أول أدوارك ببسمة الحزن هي محطة الجذور لا تموت، المسلسل السوري اللي مثلت فيه عام 1993. ببداياتك الفنية كم مرة رشقت بتهمة لو ما والده ما كان صار ممثل؟ كتير كتير؟ كتير طبعا. كيف تتلقاهن؟ عادي، يعني عادي. كل أولاد الممثلين على فكرة حاولوا يصيروا ممثلين، وعك تصدق إنه في كثير قلال اللي ما حاولوا. الفن وراثي كمان؟ كل مثل كل المهن. يعني ليش الطبيب بيطلع أولاده ومعظمهم أطباء؟ في شيء بالعيلة بيصير من الواضح انه بتخلي الاولاد في جو عام بتعيشوا بالبيت. نحن وصلاني معنا حتى السياسي صايره هيك الحمد لله. تتوارث السياسه والاراء يعني السياسيه كله هيك، يعني كله هيك صفيان. وقفت على الفنان يعني هلا. المسلسل بيتناول قصه عيله بتتبنى طفل مفقود بالحرب وبتربي، ولما يكبر بتظهر عيلته الحقيقيه. اليوم استاذ سيف، كتار من اطفال سوريا تيتموا بسبب الحرب، لو فيك تتبنى حدا منهم بتعمله؟ أكيد بشكل حاولت؟ لا ما هلأ، تبني طفل هي مسؤولية كبيرة كتير، وأنا حتى أنت تتبنى طفل لازم يكون أنا برأيي عندك عائلة، يعني عندك جو عائلي ضابط لحتى تقدر تجيب عليها طفل. فأنا برأيي هي فكرة نبيلة جدا، بس نحن عنا فيها عنا مشكلة دينية من فيها القصة. يعني المجتمع أوكي، أنا برأيي هي فكرة من أنبل الأفكار فكرة التبني، وأحسن طريقة لحتى إنقاذ العالم تخفيف الولادات الزايدة وإنقاذ الأطفال اللي أوردي موجودين. بس المشكلة في المشكلة لو كنت قادر بتعملها؟ أكيد أكيد، أكتر من ولد حتى. ننتقل لمحطة جديدة؟ ننتقل محطة جديدة بكتاب الشهرة الخاص بسيف الدين سباعي، مرايا. خلينا نحضر هالمشهد من هالعمل يلي بلشت رحلتك معه بعام 1995. صحيح. شو بابا؟ تضايقت لأنك ما أكلت رز بحلي؟ يا بابا مش هقل. شاركت كممثل بعدة أجزاء من مسلسل مرايا مع النجم ياسر العظمي ونخبة كبيرة من نجوم السوريين. هالمسلسل بينتقد الأوضاع السياسية والاجتماعية بسوريا بإطار كوميدي. هامش الحرية بسوريا اليوم أصبح ضيق تنرجع نشوف هيك أعمال؟ والله مؤخراً إيه، مؤخراً إيه، مشان نكون دقيقين شوي بالتوصيف. رغم أنه يعني بمرحلة من المراحل أنا بحس أنه سوريا كانت من أكثر الدول يلي تمنح الرقابة حق بالحديث عن القصص الحساسة عندها، وأنا كنت حس أنه هي ميزة تمتلكها الدراما السورية، ما في أي دراما عربية بتساويها، وهي حقيقة. بس مؤخرا بسبب يمكن الضغوط السياسية، بسبب الحالة الموجودة بالبلد، صار في حساسية زيادة عن اللزوم. يعني آخر سنة صار في مشاكل يعني بالرقابة، وتغيرت لجان الرقابة، وصارت القصة عبر وزارة الإعلام، ونعمل لها مكتب خاص مدري شو، بجوز يمكن بسبب الضغوط السياسية. يعني برأيك يعني اليوم الدراما السورية بطلت قادرة تكون مراية للمجتمع السوري؟ مو بنفس الجرأة اللي كنا نشتغل فيها قبل على الأقل 10 سنين يا سيدي، ما بدي أقول لك 50 سنة، قبل 5 سنين ما فينا، ما عدنا بهالجرأة هلا. طب اليوم إذا بدك تخرج عمل بيعكس المجتمع السوري، أي قضية بتحمل رايته؟ في 100 قضية وحدة منهم بتعني لك كثير. في 100 قضية هلا بسوريا. انا هلا عامل مسلسل رح ينزل برمضان السنة الجاية ان شاء الله، اسمه مال الأبان، عم يحكي عن تجار سوء الهال واجواء سوء الهال اللي بيشتغلوا بالخضرة، وعم يحكي عن المعتقلين السياسيين كتمثيل. المعتقلين السياسيين اللي بيطلعوا بيعفوا وما بيعودوا بيقدروا يرجعوا على حياتهم الطبيعية. عم نحكي عن ناس، عن مشاكل ناس هلأ موجودة بال2023. يعني أزمة البصل يلي صارت من فترة بسوريا كان موجودة، كانت بالمسلسل لهالدرجة. يعني القصة حقيقية، انت عم تحكي عن أحداث عم تصير معك كل يوم. فهذا نوع الدراما ما لازم يختفي. بس قدي بدأ أبطال حقيقيين كمان هالنوع من لكان هون بقى أنت ما عاد فيك تجيب والله بس ممثل نجم واحد عليه لهذا المسلسل. أنت بحاجة لعشرة من هذا النوع.
لحتى يزبط معك بيفتح المسلسل. فرص لكن لأنه غير القصة مختلفة تماما، لأنه صح. هون المسلسل هو البطل وليس النجم هو البطل. خلينا ننوه لنقطة كمان بهالمحطة، أنت انتقلت من ممثل بهالسلسلة لمخرج إلى وتحديدا بسنة 2002. صحيح، وكانت هي شغلة عظيمة جدا أني أنا أول عمل بخرجه بشكل كامل كان مرايا، فكانت بالنسبة إلي تجربة غنية جدا. تخيل أنك أنت تكون معجب بممثل وأنت ولد مثل ياسر العظمي، بعدين فجأة صير عم مثل معه، بعدين تصير المخرج. فتخيل قديش هي الرحلة قديش حلوة، فلذلك أنا بحب مرايا كثير. بعده حامل لليوم نفحة حلوة من ايه النجاح. طبعا طبعا. محطة جديدة بكتاب الشهرة الخاص فيك، خان الحرير بجزء الثاني عام 1997. خلينا نحضر هالفيديو. أستاذ مراد، هذا لعيب كويس بس نحن حيطين وتحت المراقبة. شاركت سنة 1997 كممثل بمسلسل خان الحرير بجزءه الثاني اللي بتدور أحداثه حول الأوضاع بين مصر وسوريا بفترة الوحدة. صحيح. اليوم كيف شايف وحدة الدول العربية تجاه الأزمات وتحديداً القضية الفلسطينية؟ على شو عم تحكي؟ أني وحدة كلهم يغني على ليلى. على الأقل بهديك المرحلة كانوا في دولتين لسه معتقدين أنه ممكن يتوحدوا وتوحدوا وعملوها. يعني تخيل، يعني هلا انت هلا تخيل هلا صار المنطقتين ما عاد بيقدروا يتوحدوا. يعني مناطق هون بلبنان تحديدا مثلا بيدعوا للتقسيم وللفدراليه. فهنيك تخيل بهداك الزمان بالخمسينات كان لسه في دول عم تحلم انه تتوحد. تخيل الحلم بعدنا عم نحلم، قد راح انتهى الحلم، بطل حلم، انتهى حتى. انتهى. هذا الحكي انا حكيته بمسلسل اسمه تعب المشوار لفادي خوشغجي، بيقول له نحن اجيال كل مالنا احلامنا عم تصغر. تخيل الجيل الخمسينات شو كان يحلم، هذا الجيل جيل الاربعينات والخمسينات بالوحده العربيه وبالمجد وبالكذا. لجيل هلا عم بيحلم، يا دوب عم يحلم يدبر لقمه عيشه تبع بكره. بس تصغر الاحلام هالشي بخوف، بتدمر المجتمعات. انت اللي عم بيصير بالمنطقه هلا علي هو تدمير للمجتمعات. انا برايي تجاوز موضوع التدمير الأبنية عم يتدمر مجتمع كامل. هذا اللي عم، هذا بحر السوشيال ميديا والشلالي اللي عم بيصير والتيك توك والمدري شو ومدري شو وتصدير التفاهة بهالطريقة هي وتعزيزها وتقديم منابر إلى وين ما كان. هذا شيء مرعب، إنه نحن وصلانين لمرحلة إنه محطة كبيرة بتخلي وحدة تطلع ساعة ونص ببرنامج يومي تحكي حكي كله أكل هوا. مثل ما بدي أسمي أسماء، وأنت أكيد عرفت مين، لطشي لياسمين عز، والعالم كله عرفت مين. ما غير معقول هذا الحكي. ضل كل يوم عم تطلع وتقعد وتحكي وتحكي وتوجه الحكي للعالم. شو الحكي هذا؟ في شيء غريب. رح تخلص هالموجة قريبا بتحس؟ والله ما بعرف، ما عندي فكرة، ما بعرف لوين رايحين. نرجع لهي المرحلة اللي هو أنا برأيي المهم اللي لازم نحكي فيه. إذا بدك تكمل برنامجك هلأ، هي أعطيك خيارين للمونتاج، رح خلي لك الاثنين. مرحلة خان الحرير هي أنا برأيي مرحلة مفصلية بحياتي الفنية، لأن هي اللي هي ما قبلها في قبل خان الحرير كان في مسلسل اسمه السورية. صح. آه كمان سوال، نحن عم نضوي على أبرز. صح سوال أستاذ هيثم حقي. المرحلة المهم، الشيء المهم بهي المرحلة هو إني تعرفت على هيثم حقي. أنا تعرفت على الأستاذ الذي سيغير مجرى حياتي. أنت اشتغلت معه مساعد مخرج. اشتغلت من معه بعد هالعمل. ايه فيرست اسيستنت دايركتور، اشتغلت معه 5 سنين. لما في شخصين حقيقة بالوسط الفني السوري أنا برأيي غير بابا طبعا، هن أثروا بتغيير شكل حياتي والطريقة اللي بتعامل فيها بالحياة وخياراتك. أنا بدي أذكرهم وبدي أوجه لهم تحية. الأول هو المرحوم يوسف حنا. يوسف حنا كان ممثل من الممثلين عنا بسوريا، من الممثلين اللي كتير ظراف. كان ساكن فوقنا بالبناية، ببناية الفنانين بالطابق الخامس. وقت كنت هيك شاب صغير بأول طلعتي 16-17، كان عندي مشوار يومي بطلع كل يوم المسألة عند يوسف حنا. بيكون هو مستأجر أفلام من عند جوني سالم، نقعد بنحضر فيلم وبنتناقش فيه. يوسف حنا شكل بداية توجيهي للثقافة الفنية. حلو. عرفت شلون؟ بعدين بالمرحلة اللاحقة أستاذ هيثم حقي معرفتي فيه اللي صارت المخرج العظيم، اللي هو كمان اللي غير لي شكل حياتي وغير لي شكل قراءاتي، وأنا ممتن له لآخر العمر.
خلينا ننتقل لمحطة جديدة بمسيرتك الفنية وهي فسحة سماوية عام 2005. خلينا نحضر هالمشهد من هالعمل. استني الله يرضى عليك. لا معلش خالي برجع بعدين. سنة 2005 أخرجت هالمسلسل يلي أعطاك إذا بدنا نقول فسحة أكبر لترضي الأنا اللي جواتك وتكون انت قبطان السفينه لوحدك. ايه طبعا هذا كان اول بقى مشروع خارج عن مشروع شخص اخر، يعني مرايا كان مشروع الاستاذ ياسر العظمي، مين ما اجى مخرجين عليه ضل له الشكل الخاص تبعه اللي كل مخرج حاول يطور شوي بس ما قدر يطلع على الجو العام. بينما فسحة سماوية كان المسؤوليه الكامله، المساحه اكبر لتفجر موهبتك. فبعتبره انا الانطلاقه الحقيقيه. وقتها كان الاستاذ نجدة انزور هو المنتج، هو والاستاذ عماد ضحيه كانوا شراكه وقتها. وقتها انا جربت، يعني عملت شيء حتى بقلب هذا المسلسل، يعني مشان انه اقدم نفسي كمخرج. عملت شغله ما بيساووها كثير مسلسلات، عملت مقابلات مع الممثلين بشخصياتهم، انه هو الشخصيه عم يعمل مثل انترفيو، فانت بتطلع من الحدث احيانا بتروح على مقابله مع هذه الشخصيه بيحكي عن عوالمه النفسيه بهي المرحله اللي عم نصور فيها المسلسل. كان في شيء هيك مثل ديكو دراما، يعني لا تترك بصمه. ايه. مين اللي بيربي اعداء اكثر له بالوسط الفني، الممثل ام المخرج؟ انت عشت الاثنين. لا انا برايي الممثل على الضوء لانه اكثر، المخرج ما كثير. المنافسه بتكون اشرس ما بين الممثلين اكثر. ايه كان عندك اعداء أكيد كممثل؟ اكيد كممثل وكمخرج اكيد بيلتقى. ومحطه جديده بكتاب الشهره، الحصرم الشامي عام 2007 2008 و2009. خلينا نحضر هالمشهد منه. هالمسلسل بأجزائه الثلاثة من أبرز محطات مسيرتك كمخرج. الشامي الجزء الأول اللي هو بال 2007 هو عن كتاب البوديري الحلاق اللي هو حوادث دمشق اليومية. هذا كتاب تاريخي بيحكي عن الشام وحوادث يومية كتبها واحد حلاق بال 1730. فعم نحكي هيك نحن هاي المرحلة، شخصيات معروفة بالتاريخ، عم نحكي عن سليمان باشا العظم، عم نحكي عن أسعد باشا العظم، عم نحكي عن الشيخ سعد الدين جباوي، هاي كلها شخصيات كانت موجودة بالتاريخ. اوكي مو انه مخترعة. هيدي كانت من أبرز محطاتك الفنية كمخرج. ايه وأنا بعتبر إنه هي التجربة ما أخذت حقها بالجماهيرية لأنه كان من إنتاج محطة أوربيت يلي عرضته بس على قنواتها الخاصة وما انعرض لهلأ على القنوات المفتوحة. والمشكلة إنه هو اللي زعلت منه إنه هذا الحكي طلع بنفس الوقت اللي طلع فيه باب الحارة، طلعوا باب الحارة الجزء الأول والثاني وكان عم يطلع الحصرم الشامي. أنا برأيي لو طلعوا الاثنين سوا كان رح كتير رح يفرق الوهج تبع باب الحارة. أنا هيك برأيي يخف وهجه، يخف وهجه لأنه رح يتقدم بمقابل تاريخ الحارة الدمشقية المفترض اللي قدمه الأستاذ بسام الملا بباب الحارة راح يتقدم تاريخ حقيقي لدمشق. هونيك الصورة اللي عكسوها مفبركي؟ ما الحقيقية فانتازيا، قصة حدوتة ما لها علاقة بها. ما في بالحارة، ما في بالشام حارة إلى باب يا علي، هي حارة إلى باب وحارس، ما في غير موجود هذا الحكي بالتاريخ. أنت ببداياتك خضت كمان أكثر من تجربة على صعيد الإنتاج وخسرت لدرجة إنك تورطت بالديون. إيه والله صح؟ بعدك مورط من وقتها لليوم؟ لا الحمد لله، يعني في شيء خسارات اعتبر خسارات بقى خلاص، يعني ما عاد في ديون هون، في خسارات. بالنهاية اللي أخذت منهم المصاري كانوا رفقاتي. رفقاتك بالأملية. إيه بس يعني ورطتهم وشغلة طويلة عريضة. ومحطة جديدة بكتاب الشهرة الخاص بحضرتك تحت عنوان أولاد القيمرية عام 2008 وعام 2009. خلينا نحضر هالفيديو. سمعونا الفاتحة لروح المرحومة. أيضا مسلسل أولاد القيمرية اللي قمت بإخراجه بجزئين عام 2008 وعام 2009 يعتبر من أبرز محطات مسيرتك كمخرج. والدك بهالمسلسل اشتغل تحت إدارتك. معظم الأعمال كان يشتغل مع بابا فيها معي. شو المسؤولية اللي واجهتها؟
هلا شوف انه بالنهايه انت كمخرج يعني بتتمنى يكون معك ممثل مثل رفيق سبيعي، صح؟ اذا في دور مناسب كيف اذا والدك، فكيف اذا والدك، فاذا دور مناسب له يعني الواحد بده يتقاتل عليه مثل ما بيقولوا، ان شاء الله يقبل يعني. فكنت دائما احرص على انه يكون بابا موجود معي بالمسلسلات. مزبوط انك جربت بهالمسلسل تكسر المألوف كمخرج؟ دائما انا بجرب اكسر المألوف، انا بحياتي ما اشتغلت بشغلي الا ودائما بحاول احط شغله مختلفه جديده، بجوز الناس ما تنتبه لها، بس دائما بحاول اقدم فكره مختلفه. بس ما كنت تخاف نوعا ما تغير بنكهه البيئه؟ لا 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 ما بخاف، مشان شو بخاف؟ اذا ما جربت شو تستفاد؟ وهالرؤيه بعدها مستمره، لذلك اليوم بحاول بكل مسلسل اقدم شكل مختلف، على بجوز برجع بقول لك بجوز ما حدا ينتبه عليه هذا التغيير، بس مع التراكم ببلشوا ينتبهوا. يعني مثلا انا هلا مؤخرا مفكر اني انا اقصر الشارات تبع البدايه تبع المسلسلات، بدي روح لمرحلة اني الغيها تماما. اف ايه، مع ان الشارع عقدة الممثلين، وهي هون المشكلة الكبرى. وين؟ انه نحن عم نركز، عم نهتم بقصص ظاهرية العلاقة بشارة المسلسل اللي هي ما لها مهمة. انت بتشوف مسلسلات الاجنبية قديش الشارة بتطلع، بتطلع طالع 20 ثانية الشارة بتطلع. المسلسل هو مشروع رواية تلفزيونية يا اخي، اهم من عنصر شخص فيها مين ما كان هذا الشخص، حتى لو كان البطل، حتى لو كان المخرج، حتى لو كان اي حدا، المسلسل هو المهم. طب بكل صراحة في شي مخرج أو عمل بتحس ما عكس البيئة الشامية بشكل جيد غير باب الحارة لدرجة كلهم تشويه كلهم البيئة؟ كلهم كلهم بلا استثناء، كلهم طبعا كلهم، مش ظلم هيدا؟ كلهم، لأنه كانوا عم يفترضوا على فرضية تاريخية خاطئة. يعني من بداية من أيام شامية اللي هو بلش فكرة الحارة اللي إلى باب الأجر. مع التطور اللي عم نشهده بالعالم عم نشوف فيه تمرد على عادات وتقاليد المجتمع الشرقي، برأيك المجتمع السوري بعده ملتزم بعاداته أم انسلخ عنها؟ لا أكيد بده يتأثر، ما في شيء اسمه عادات، لإيمتى بده تضل هي العادات بالنهاية؟ لإيمتى؟ إلا ما تطلع مجتمعات تتغير. العادات بتقيد الدراما، بس بدها تغير، رح تتغير مع الوقت، رح تتغير أكيد أكيد. طب مثل أي مواضيع بتحس إنه بدك الجمهور يقبل انه تنطرح بالدراما؟ ما شغلته يقبل ولا ما يقبل، جمهور يتفرج، عجبه عجبه يفكر، ما عجبه يقلبه ويكبه، بس مو شغلته، ما شغلته يقبل الجمهور، مو شغلته هو يقبل. انت مع انه كل المواضيع كل تنطرح؟ الناس بحق لها تعرض، انا هيك، انا شخصيتي هيك، عم بحكي عنك، انا هيك، انا بقول انه كل المواضيع بحق لها تنطرح، الفن هو بالنهايه مراه للحياه. انت مع الجرأة لدرجه العري؟ انا بمكانه، انا مع المشروع الجريء إذا كان هيك أنت مقدمه وعم تقدم مبرراته الدرامية والفنية وليش عم تقدمه، في حق لك تساوي اللي بدك يا المخرج والممثل سيف سبيعي. مكفين بكتاب الشهرة الخاص فيك، ولكن من بعد أول فاصل إعلاني. مكافين معكم مشاهدينا كتاب الشهرة الخاص بالمخرج والممثل سيف الدين سبيعي، أهلا وسهلا فيك مرة جديدة، منورنا. تسلم. ومحطة جديدة بكتاب الشهرة الخاص فيك عن الخوف والعزلة عام 2009، خلينا نحضر هالمشهد من هالعمل. طبعا بدك تدافعي، طبعا ما كل الناس صح إلا أختك غلط. حبيبتي مو هيك الموضوع. عام 2009 أخرجت مسلسل عن الخوف والعزلة، ركزت بهالعمل على الأداء المسرحي للممثلين من وحي للدراما، كنت عم تجرب هون كمان تتفرد بأسلوبك؟ على الخوف والعزلة كان من التجارب اللي أنا بحسها تجارب فلسفية مهمة جدا، لأنه بتحكي عن شكل المجتمعات العربية وشكل الإنسان شلون بيعيش بالمجتمعات العربية، إنه هو نحن دائما في عنا شخصيتين بالحياة، شخصية اللي من أرجي العالم عليها، وشخصية جواتنا هي تماماً تعيش حياة تانية غير اللي هي الشخصية اللي بتطلع بالمجتمعات المهمة. كل ما بيقل هذا الهامش بين هي الشخصية اللي منقدمها للناس وبين شخصيتنا الحقيقية، كل ما المجتمعات بتتطور، وكل ما بيكبر هذا الهامش كل ما المجتمعات بدها تتخلف أكثر وأكثر ومنكون بعاد عن الواقع. أكيد. فنحن بكل بساطة بسبب الخيود يلي ربينا عليها
من العائلة ومن الأسرة ومن الدين ومن الدولة ومن القمع اللي عايشين رسمولنا كتير خطوط حمر، فنحن بنربى بشخصية بتخاف تواجه الحقيقة. مقموعة؟ مقموعة طبعا، مقموعة مقموعة ودائما بتقول لك امشي الحيط الحيط يا رب السترة، واللي بتجوز حزيرة. واللي بتجوز امي بقول له عمي، كيف بتعرفون هدول فنحن دائما بنحاول نصدر للعالم صورة عن شكلنا وشكل حياتنا غير حقيقة حياتنا، غير الواقع. فهذا المسلسل بيحكي عن هذا الهامش اللي بين بين الشخصيتين اللي بيعيشهم كل حدا بالوطن العربي. كمان انت تطرقت لمواضيع جريئة مثل الخيانة الزوجية والعلاقات غير المشروعة بين الشباب. ايه اكيد. ايه سيف الدين سباعي، الرجل خائن ام وفي لعلاقته؟ ما انا ما بحس في رجل، يعني حسب شلون بتفسر الخيانة. لا كفيها، ما في رجل، ما في رجل وفي؟ ما في رجل وفي بهذا المنطق تبع انه والله لا كثير، واذا كانوا موجودين فهن الاستثناءات التي تثبت القاعده وليس القاعده، لانه هذا شيء انا بحسه له علاقه بطبيعه الذكوره والانوثه. بس كيف يعني عم تفسر الخيانه؟ ما بفسرها في الخيانه، انا ما ببرر، لا ما ببرر الخيانه، لما انا بحس اللي بيحبوا بعضهم صار في حب حدا تاني هون بيكون خانه، اما هي العلاقات العابره ما تعتبر خيانه، انا هيك بحس، أنا هيك تفسيري. حتى بس عند المرأة أو بس عند الرجل؟ هلأ عند المرأة القصة شوي مختلفة، بس أنا بحس إنه إيه حتى عند المرأة هذا شيء تاني. طب خنت أو انخنت أكثر؟ خنت وانخنت كلنا خنا وانخنا، كل الناس خانت وانخانت، ما في حدا ما انخانت. بس الكفي لمين بتميل بحياتك؟ ما والله ما عديته، ما عندي أنا ظاهر بتخون كتير، ما عندي، مش ما قادر تعمل كنترول على حالك، ما عندي هذا الهاجس تبع العد، أنا مو بنسى، لأن أنا فعلا بنسى. محطة جديدة طالع الفضة عام 2011، خلينا نحضر هالمشهد منه. سنة 2011 أخرجت مسلسل طالع الفضة اللي بيصور النسيج الاجتماعي لمدينة دمشق والتعايش بين الأديان المسلم والمسيحي واليهودي. اليوم هالتعايش بعده موجود على أرض الواقع بسوريا؟ ايه اكيد لهلا موجود طبعا، اكيد بالشام. ايه لهلا بعدها نسبته عالية؟ لا طبعا ما عادوا كتار، لانه اصلا اليهود ما عاد موجود بالشام، يمكن كلهم على بعضهم ما بيطلعوا. فكرة التعايش عم بحكي، عايشين مع بعضهم، عايشين يعني هلا بالشام القديمة في بيوت ناس يهود جنبه الناس مسيحية وجنبه الناس اسلام. في فرق بين عايشين وفي فرق بين تعايش، ما 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 يعني ما ما, ما تواجهوا بمشاكل بينات بعضهم. نحن مشاكلنا الطائفية اللي طلعت بعد الحرب طلعت مشاكل إسلامية، يعني فاتت بعض طوائف الإسلام أصعب. نفسها يعني إيه الإسلام نفسها بين السنة والشيعة والكذا، بينما بين إسلام مسيحية ويهود بسوريا ما صار خلافات فظيعة شنيعة. أيمتى سيف بيشهر سيفه كمخرج ما بيقبل يناقش ممثل لأنك مقتنع بالرؤية اللي حطيتها للدور؟ لما الممثل بتكون الفكرة تبعه تتجاوز الرؤية العامة للمسلسل. بس بتسمع؟ بسمع كثير وبتبنى أفكار كثير، يعني ممكن الممثل يقول لي فكرة اتبناها فورا إذا كانت ظابطة، يضيف جملة يغير جملة إذا كانت ظابطة فورا بتبناها، بس لما بحسها إنه هي طلعت عن الخط العام تبع الرؤية للمسلسل بقول له لا هي ما بتزبط. يعني ما عندك غرور المخرج؟ لا انا ما بؤمن انه والله انا المخرج اللي ما حدا لازم يقرب وما حدا لازم يحكي وانا عم لا, لا 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 انا باخذ افكاري من مين ما كان، ممكن تبع القهوه والشاي يكب لي فكره وامسكها. حلو. محطه جديده اناديل العشاء عام 2018، خلينا نحضر هالمشهد منه. انا ماني نغى، ما رح اتركك. عام 2018 قمت بإخراج مسلسل أناديل العشاء من بطولة سيرين عبد النور ومحمود النصر، فكرت باحتمالات تانية قبل اختيارك لسيرين ومحمود كثنائية لهالعمل؟ ايه فكرت بكثير خيارات، بس مين؟ وقتها ما 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 في داعي اذكر اسماء، بس وقتها كان المشروع بال 2018 اذا بتتذكر كان وضع الدراما السورية كان في مشكلة شديدة بالتوزيع وبالتسويق. حسيتك منك راضي عن هالعمل كتير؟ لا بالعكس راضي جدا عليه، بحبه جدا. ولكن شو اللي صار؟ فيه ظرف تاني، ولكن بوقتها كان في محاولة لإعادة إنعاش الحالة التسويقية تبع المسلسلات السورية، وكان اقتراحي أنا الحقيقة
اني انا اجيب سيرين عبد النور على هذا الدور. ليه؟ حسيت الدور بيزبط عليها من عمرها، ممكن تكون لبنانيه لانه حسب المرحله التاريخيه ما كان وقتها في لا لبنان ولا سوريا، يعني كانت كلها هي الشام، فممكن تكون لبنانيه عايشه بالشام، فما هالمشكله الفظيعه بوقتها. وعملنا لها قصه حدوته وكذا. وقتها كانت التقديم الاول لمحمود نصر لادوار البطوله بهذا المسلسل، فكان مفكر فيه بشكل شلون اعاده التسويق. وفعلا هذا المسلسل تسوق كثير وقتها، نعرض على شيء 13 محطه بوقتها، بالوقت اللي كانت سوريا الشركه المنتجه من 2011 لهلا ما عم تسوق بنفس الطريقه. عملوا مسلسلات كثير قبل ما تسوقت مثل قناديل العشاق. بتقول هون انطلق محمود نصر كنجم؟ اكيد، يعني اكيد اثر هذا الحكي. يعني محمود كان شاغل قبل مسلسلات كذا، بس هذا المسلسل قدمه بهذا النوع من الدراما. دراما البطل والبطله، يعني عرفت شلون؟ اللي كان محمود نصر وسيرين عبد النور وكذا. ننتقل لمحطه جديده؟ تفضل. محطه جديده، مسلسل على صفيح ساخن اللي أخرجته سنة 2020، اخترت وقتها طليقتك الممثلة سلافة معمار لتأدي فيه دور البطولة، شو صار حتى ما اكتمل هالأمر وحلت محل الممثلة أمل بوشوشة؟ ليه ضحكت؟ صاير شي خلاف على الموضوع؟ لا لا لا. لكن بعد اليوم بعد، شوف علي، بعد ما المسلسل طلع والمسلسل نجح، ما عاد مهم مين كان لازم يكون ومين ما كان لازم يكون، كل هاي قصص تفاصيل. بس العالم بحبوا يعرفوا شو صاير بالكواليس. حتى لو كانوا بيعرفوا، بس هو ما عاد مهم. مو هيك الموضوع، جزء الموضوع له علاقه بالتزامات، اتفاقات ماديه بس. ما لا لا لا، مو ولا اي شيء ثاني، بس ما عاد مهم هذا الحكي. وامل بوشوشه ادت الدور افضل، ما في شك، كما يجب وباحسن طريقه ممكنه. عملت من اجمل الادوار. برجع بقول لك هي النظريه اللي قلت لك اياها، يعني الممثلين دائما معي بيطلعوا بحالات جديدة. أمل بوشوشة في هذا الدور الحقيقة قدمت أفضل شيء أنا شايف لها بحياتي بصراحة، وبوجه لها تحية من هون. فخلاص هذا الموضوع انتهى، ما لازم يرجع ينفتح. هذا ملف فني موجود، في ممثل عامل دور محترم فيه، ما أسقط الدور، ما غير من ما، وطلع المسلسل ونجح. انتهى الموضوع، انتهى. خلينا هلأ نوقف على محطة الأعمال العربية المشتركة. كان لك أكثر من تجربة وكمخرج تحديداً بالأعمال العربية المشتركة، مثل مسلسل الوسم، مسلسل الأخوة، ومسلسل أناديل العشاء، إلى جانب مسلسل بنت الشهبندر. بكل شفافية، الممثل السوري هو اللي أعطى الفرصة لباقي الممثلين من جنسيات تانية للانتشار عربياً أكثر؟ أنا ما بحس الموضوع هيك أبداً. أنا بحس، شوف، الأعمال العربية المشتركة كلهم ساعدوا بعضهم، كل هاي العوامل ساعدت بعضهم. يعني وجود الممثل السوري الجيد مع الممثل اللبناني الجيد مع المنتج اللبناني الجيد أو مع المنتج السوري الجيد بمشروع مشترك رفع السوية، بالضرورة رفع السوية. هلأ مو ضروري السوية الفنية الفكرية ارتفعت بهي المسلسلات، يمكن السوية الفنية ارتفعت. يعني انت ضد الاشخاص اللي بيقولوا انه في ممثلين انظلموا بسبب هالحكي؟ لا لا لا، ما حدا انظلم، ما حدا انظلم، كله عم يشتغل وامورهم بالسليم. في كم منتج انظلموا لانه كانت اساسا اعماله الرديئه وانكشفت رداءتها لما تقدم الشيء الجيد. ما اختلف، يعني كانت هلا اذا بتشوف مسلسلات هلا بلبنان لهلا بتطلع مسلسلات لهلا مثل ما هي المسلسلات. اللي صار انه انكشفت رداءتها بسبب الاعمال الجيده اللي صارت تظهر. كانت العالم متعودة عليها ومبسوطة فيها، بس لما صاروا يطلعوا دول الأعمال العالم صارت حست الفرق. فأنت لا، ما تقعد تنق على هدول الأعمال، روح ظبط شغلك، طور شغلك وشوف شلون. حتى بالدراما اللبنانية خالصة أنت بتعمل شغل حلو، ما في داعي. ليكو في أعمال لبنانية خالصة اندفع عليها واشتغلت، مثل مثلا العمل اللي سوا جمال سنان بظن فيليب أسمر، ثورة الفلاحين. لا عم بحكي على ثورة الفلاحين، لبناني بحت وكان مسلسل مزبوط. جيد. فالمشكلة عند المنتجين. ننتقل لمحطة حلوة هلأ. الزواج عام 2002، أنت تزوجت من الممثلة سلافة معمار بسنة 2002، وحصل الطلاق بيناتكم سنة 2012. ايه، 10 سنين زواج انتهوا بدقيقتين. يعني مو بدقيقتين، الحديث صار بدقيقتين. دقيقتين. بس مو بدقيقتين طبعاً. بس هلأ كانت المشاكل بيناتكم ما إلها حل؟ لك لا، بالعكس، نحن كل المشاكل كانت بيناتنا تنحل. هي مشكلتنا انه نحن كل 10 سنين ما صار مشكله بيناتنا استمرت اكثر من يوم.
يعني باسا مثلا ولا مره حردت سلافه على بيت اهلها مثل ما بيقول ولا مره ولا مره. وشو المشكله المفصليه اللي لك ما هي مجموعه مشاكل وليس مشكله واحده. مجموعه مشاكل عم تحكي على 10 سنين يعني خلاص بتصل لقرني انت والشريك بتصيروا بتفهموا على بعض انه خلاص بقى خلاص زهقتوا من بعض بغض النظر شو كان السبب. مجموعة قصص أكثر من قصة وكذا تراكمات مشان ما نصل لأرني بشعة قررنا ننهيها بطريقة حلوة مشان نضل رفقات لهلا مثل ما عم بيصير. بس حلو قديه متصالحين مع مع الموضوع. يعني اليوم إذا بطرح هالسؤال على أي شخص آخر يمكن ينتكس شوي. لا نحن لأنه قررنا نحافظ على العلاقة. يعني أنا سلافة لهلأ بحبها ولهلأ بتطمن عليها ولهلأ بزقف لها ولهلأ بنبسط بنجاحها. وإذا غلطت فليش لا ليش لحتى أخسرها كصديقة بالنهاية؟ وهي أم بنتي، هي أم الذهب، فليش لحتى أخسرها؟ فخلينا رفقات. هي القصة بهالبساطة. أنت قلت أنك اعتزلت المسؤولية بالزواج وسلافة بتقول أنها ما قدرت توفق بين بيتها وشغلها. أي اعتزال كان الأقسى على زواجكم برأيك؟ والله الاثنين كانوا قاسين وكلفونا، يعني كلفونا مشاكل والحقيقة ذهب اللي عم تدفع الثمن لليوم شديد. ايه والله يعني بس عم نحاول قدر الامكان، ما زلنا عم نحاول انا وامه. يعني من اي ناحية عم تدفع الثمن؟ من تقصيرنا. هي عايشة مع سلافة؟ هي عايشة مع سلافة بشكل عام، وطبعا هلا اخواتي عماتها يعني بضلوا موجودين معها وكذا ومدري شو. بس الحقيقة يعني اذا في حدا عم يدفع الثمن فهو ذهب. يلي بوجه له تحية هلا مع الله يخلي لك اياها كطفلة، لانه هلا صارت صبية ذهب. بقول لها هاي بابا انا مشتاق لك كثير وبحبك كثير وراح ضل احبك كل العمر. الله يخلي لكم اياها. قد صار لك منك شايفها لذهب؟ عم شوفها دائما من براس السنه كانت انا وياها. ترسم لها خطوط حمر؟ ايه هلا على المراهقه بلشت ارسم لها. عم تعذبك؟ كل الاولاد بيعذبوا في ولاد. بس شو الخطوط الحمر اللي عم ترسمها؟ كل شيء له علاقه بتخريب مستقبلها، يعني بالتاثير على شخصيتها. عم حاول قدر الامكان يعني وعم نحاول نسير الموضوع بأكثر طريقة فيها حوار يعني قدر الإمكان. بس أنت بتصل لمرحلة بالمراهقة الولد لازم تحط له خطوط. هل حدود بقدر أقول إن قواعد راسمها رجل شرقي؟ لا هي قواعد راسمها رجل عم بيحاول يربي ابنه بشكل إنه يعتمد على حاله ويتخذ قراراته بمسؤولية بدون ما يكلف حدا مسؤولية هذه القرارات. أنا بدي من ذهب وقت بعيد ميلادها 16 بعثت لها رسالة، قلت لها هيك رسالة حلوة إني أنا كتبت لها إنه شوفي بابا أهم قاعدة كانت من القواعد إنه الاستقلال المادي هو الطريقة الوحيدة لتبلشي تاخدي قراراتك بنفسك. حلو. بدون ما حدا يأثر عليك. طالما في حدا عم يصرف عليكي فأنت رح تكوني رهينة هذا قرارك، رح يكون رهينة هذا الحدا. حاولي إنك تسعي إن يكون عندك مهنة تطلع لك مصاري، حتى لو كان بي وأمه، حتى لو كان أبوه وأمه مين ما كان. أنا لا أؤمن بأنه الولد السري لازم يضل سري، يعني حتى لو أبوه وأمه أثرياء لأنه شخصيته ما رح تطلع منيحة. لازم الولد يتعذب لحتى يبني شخصيته. هيك انا هيك بفهم. انت ما عندك يعني مشكله تشغلها باي شغل، لازم بمطعم تشتغل. لازم تروح لما بدها تدرس. هلا اذا طلعت سافرت برا تشتغل ويترس باوقات الفراغ مشان تطلع شويه مصاري زياده مشان تقدر لازم. خليني شوي ارجع هيك لزواجك من سلافه والبدايات. انتو بلشت قصه حبكم بسنه 1999 بكواليس مسرحيه كسور صح ايه. كان الإعجاب متبادل بالبداية؟ لا ما كانت طايقتني. ليه؟ ما كانت طايقتني لأنه هي كانت خريجة معهد وأنا كنت من الممثلين يلي ما تخرجوا من المعهد، فإنه هدول كانوا دائما ينظروا لنا إنه مين هدول اللي متسلقين على هذه المهنة وما أدري شو من الحكي. فهي ما طايقتني بالبداية، بس يعني مع الوقت تغير رأيها. بس أنت بتقول إنه لما تزوجت أنت وسلافة ما كانت نجمة بحسب قولك. ما كانت لسه ايه اكيد. انت ساهمت بصناعة نجوميتها؟ ساعدت اكيد. شو كنت تنصحها؟ بالشغل اللي هي كانت تسألني على كل شيء، يعني كنا نتناقش بكل شيء، سواء هي بالشغل اللي انا يجيني كمخرج وبالشغل اللي هي يجيها كممثلة.
طبيعي يعني نحكي نتناقش انه لا ايه هذا الدور لازم تعمليه، هذا بلا هذا طبيعي. هذا لنبني مؤسسة الزواج نرسم شروط صارمة بعض الأحيان ليستمر الزواج. بتشوف انه المساكنة بدل الزواج هي الحل لانتصار الحب الآخر؟ ما بعرف، عم بحكي عن رأيك أنا. والله ما بعرف. شوف أنا عندي شوي مشكلة بفكرة الواحد ضل مع حدا كل الوقت. ضد الاستمرارية. لا ما عم تفوت براسي أنا بعد تجربة الزواج، حدا ما فاتت براسي. يعني أنا بالأساس لما قررت أتجوز سلافة أنا قلت لها تعي نجرب، لأني أنا بعرف حالي. فما ما زبطت. ما بتقدر تتقايل. أنا لهلا ما عم بقدر أتخيل الفكرة. معقول الواحد، أنا بحس الزواج بيزبط بعد ما الواحد يكبر. يعني إذا ضليت عايش بعد ما صار عمري 60 65 سنة، جوز لي وحدة هيك سيدة عمرها 50 55 سنة، ترجع تطلب إيد سلافة مثلا ما بعرف شو بصير، وارجع أقعد أنا أنت ويا هذا الزلمة مشان تكنكلوا على بعضكم بالكبار. بس هلا بهي المرحلة ما بدها القصة. عم تعيش قصة حب؟ لا ما في قصة حب. ما في؟ لا 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 لا. أنت آخر قصة حب عشتها مع الصحفي كريستين حبيب منهك صح؟ منهك الموضوع، موضوع الحب منهك صار بالنسبة لي. هلا بهي المرحلة منهك جدا، متعب وبيتطلب مسؤوليات أنا مالي قدران أساويها. يعني أنت هلا إذا بدك تحب أي وحدة، وخصوصا إذا كانت لسه غير متزوجة وكذا، بنشوف طبيعي إنه يكون في عندها حلم العائلة. أنا بمرحلة هلأ صعب أرجع أعمل عائلة. لهالسبب ما استمرت بعلاقتك أنت وكريستين؟ يمكن ارتبطتوا أنتوا بسنة 2016. ارتبطنا أعلننا حكي، أعلننا بس ما ارتبطنا بشكل رسمي، يعني ما صار في شيء. هربت من المسؤوليات مرة جديدة. بيجوز إيه يمكن إيه، بس أنا مشان ما تكبر القصة أكثر. بالنهاية هذا حق لأي امرأة إنه يكون إنه تفكر إنه تعمل عيلة وولاد وكذا. أنا بالنسبة لي كان الموضوع ضبط، ما عاد تزبط معي. مش أنا ممكن. أنا فكرة الولد بحد ذاتها مرعبة بالنسبة لي علي، مرعبة مرعبة إنك تجيب ولد على هذه البيئة، على هذا المجتمع، على هذه المنطقة اللي ما كانت تهدى من 3000 سنة لهلا، يلي هي مهددة بأي لحظة إنه تنفجر هذا جريمة. هي ما عادت إنه بس تجيب ولد، أنت عم تحكم على إنسان بجنسية سيئة، بصعبة، بمجتمع معقده وفوته بمية قصة، وعم تختار له دينه وعم تختار له معتقده وعم تختار له واسمه كل شيء بدون هذا. مو شغلة سهلة، أنا ما بحس إنجاب الأطفال شغلة سهلة، أنا بحسها شغلة صعبة كتير. وتأكدت بعد ما أجت إيدها. لما أجت إيدها أستاذ سيف مكفينا بكتاب الشهرة الخاص فيك، ووصلنا لفقرة إيلو قال. بدك ترد بهالفقرة على قصص قالت عنك، بعرف بتكره هالموضوع، ولكن بعد هالفاصل الإعلاني. وصلنا مشاهدينا لفقرة إيلو قال. أستاذ سيف بهالفقرة بدك ترد على مقالات كتبت عنك أو نسبت إلك. أوكي جاهز؟ مرد. أول نقطة تحت عنوان أمر مرتضى تهاجم سيف الدين سباعي وتؤكد أنا مني شحادي. خلينا نحضر هالتصريح. الأستاذ المخرج سيف سباعي، أنا بدأت بالتمثيل كانت أمه وأبوه لسه ما فكروا يجيبوه، بيحط اسمي مع أسماء الكومبرس. يعني أنا بدي أقول لك تحط اسمي أنا مشاركة أو أنا ضيفة شرف أو أنا بدي أقول لك يعني أنت حطيت أسماء الأبطال الأوائل، معليش هذا حقهم، بس على الأقل حافظني على. الممثلة السورية أمر مرتضى هاجمتك بسبب الطريقة اللي تعاملت فيها معها بمسلسل العربجي، واتهمتك أنك ما احترمت اسمها وتاريخها الفني، كيف بترد؟ أولاً طريقة تعاملت معها بقلب المسلسل كانت كثير منيحة، يعني كنا كثير عم ندلل الحقيقة. أول شيء أنا بعتذر عن هذا الشيء، يعني مشان نحسم هذا الجدل عليه. خطأ مني يمكن سقطت سهوة، وبسبب كمان الفكرة اللي عم قلك إياها، قلت لك إياها ببداية محاولة تقصير الشارات، عم نضطر إنه أنا لسه جاي الأيام إنه حتى الممثلين الأساسيين ما عاد ينزل أسمائهم بالشارة الأولى. طول بالك علي شوي تاني، كلهم بدهم يزعلوا مني، كلهم رح يزعلوا. الموضوع تبع أنا ماني شحادة وكذا، بقول لا هذا
هذا شيء له علاقه بمشكلتها بينها وبين الشركه، يعني يمكن الشيء له علاقه بمصاري، انه لانه هي قالت انه تم اضافه سبع مشاهد على دوره من دون زياده. هي قصه انا ما دخلني، هي قصه ما دخلني فيها الحقيقه، ما دخلني لانه انا مالي منتج بالنهايه. فهي هذا الحكي اللي هي، بس هي قصه الشارع هي خطا انا بعتذر عنه يعني. بس برجع بقول انه انا عم حاول غير شكل الشارات، فلازم في ممثلين يمكن ينظلموا معنا، في حتى مساعدين بالفنيين عم يزعلوا لانه عم تنتقل اسمائهم على الشارات الثانيه. عم بواجه هيك المشاكل مو بس مع الممثلين على فكره، مع حتى الفنيين. لبلش شوي شوي يتعودوا على فكره انه اخي الاسماء رح تنزل بالشارات الاخيره صارت. فاذا ردك على تصريحه هو باعتذار. ايه باعتذار، اعتذار شخصي، وان شاء الله تقبلوا مني. نقطه جديده، لماذا انسحب سيف الدين السبيعي من مسلسل كارما؟ وشو علاقه ستيفاني صليبة؟ شو كان السبب الرئيسي اللي خليك تنسحب من اخراج مسلسل كارما عام 2018؟ لانه وقفنا تصوير قبل راس السنه، كانت الدنيا مثل هالايام قبل حتى، وكانت بسبب انه ستيفاني صليبة بدها تروح تصور بمصر، وضلينا موقفين شي شهر، وانا مرتبط بعقد معهم لشهر 2، انه انا بدي خلص بشهر 2 لان انا عندي التزام ثاني. تركونا شهر وما عاد حدا حكى معنا من هالمنتجين، ورحت انا على دبي وقعدت بدبي، وكان الوضع كثير، وكان الموضوع وضع المادي كثير صعب، وكنت عم بحاول اطلب مصاري وما عم كانوا عم بيعطوني مصاري هيك شيء يعني. المهم بعد شهر بيرجعوا بيحاكوني، يعني باول السنه اللي بعدها بيحاكوني انه تفضل قال نكمل. قلت لهم وين بدي كمل؟ ايمتى بدي خلص انا اذا بدي كمل هلا؟ انا ما بخلص قبل الشهر الخامس اذا بدنا نكمل هلا بسبب هالوقفه، فبدي مصاري. وما طلبت مصاري زياده، طلبت يدفعوا لي لقدام مشان على الاقل يكون ضمنان المصاري. قاموا وقتها ما دفعوا، قمت تحججت وبطلت، وكنت مالي حابب الحاله كلها يعني. يعني كان لستيفاني يديه بانسحاب؟ لا ما دخلها هي، مالي على ما وعلى فكره لهلا رفيقتي ستيفاني انا، وبحكي معه وقلت لها انا مو مشكلتي مالها معك، انت حقك تساوي اللي بدك اياه، وانا حقي ساوي اللي بدي اياه. صح، فهذا اللي صار. فاذا هيدا ردك على هالمقال. تمام. نقطه اخرى، نضال الأحمدية بتتهم الفنان سيف الدين السبيعي بدعم المثلية، والأخير يرد. حطوا لنا هالفيديو. بيجي لعنده، عم بيجي لعنده الشباب، واحد من هون وواحد من هون. رياكشنات واحد على 50. تعرضت لانتقادات من قبل مجلة الجرس بسبب ارتدائك كنزي عليها، حسب ما قيل انه مو بسبب ارتداء، لكن بسبب الجهل. هذا اللي بيقول هيك، اللي بيكتب هيك، هذا جاهل. مين ما كان يكون، نضال الأحمدية ولا مين ما كان يكون، يعني هذا اللي بيكتب هيك هذا حدا جاهل. بس نضال الأحمدية تعد إعلامية مثقفة من أهم الإعلاميات بالعالم. بجوز مو هي اللي كتبته، بجوز هذا حدا عندها بالمجلة. أكيد مو هي، معقول تحط هذا الخبر هي بدها تكتبه؟ لا أكيد مو هي. هذا اللي كاتب هذا الخبر حدا جاهل، والجهل ما بيرد عليه لك يا علي. بدك ترد؟ بس انت رديت ووصفت هالموضوع ب اغبى. برايك دعم المثليه الجنسيه بشكل عام هو اتهام؟ بمجتمعاتنا ايه طبعا، بس انا والله ما عندي مشكله مع المثليه، مو انهم بدعمون او ما بدعمون، ما القصه مو دعم، بس ما المشكله فظيعه، انا بحسها ما المشكله فظيعه يعني. انا بالنسبه لي ايه عم بحكي عن العالم يا لطيف شو بتتوتر، يا اخي اصطفلوا شو بدكم فيه؟ شو بدكم فيه؟ يعني عرفت شلون؟ العالم اخي، العالم عندنا بمجتمعاتنا القضيه لسه ما برا بالمجتمعات الغربيه من الواضح انه مبلش التصالح معه. يعني اذا انت بتشوف هلا باي برنامج مثلا، برامج المواهب وكذا، بيطلع حدا من موهوب مثلا بيقدم مثلا زوجه المثلي او شريكتها المثليه، والعالم بتتجاوز الموضوع عادي، ولا كانه انحكى شيء، كانه عم بيقول هي مرتي. هذا الحكي بده وقت، نحن يمكن مجتمعاتنا لسه بده وقت مع كل هالانفتاح اللي عم نشهده. اكيد اكيد، لانه هيك صار بالعالم، والعالم ما راح يرجع لورا قد ما عم بيحاولوا الحفاظ على العادات، ما بيرجع لورا العالم. العالم بيضل عم بيمشي لقدام، ما ركبت فيه بدك توقع وبدك تضل بمزبلة التاريخ. هيدا ردك على النقطة. نقطة أخرى، قالوا عنك المخرج الفاشل. هيدي التغريدة كتبها أحد المتابعين على موقع إكس، قال فيها العالم عم يصير نحو الأمام وفي تطور سريع، الذكاء الاصطناعي سيغزو الأسواق وسيعتمد في كل مناحي الحياة، وما زالت الدراما السورية عبر مسلسل العربجي للمخرج الفاشل
سيف الدين السبيعي تبحث في قضايا تافهة هدفها تغريب المواطن السوري عن الأزمات التي تفترس حياته يومياً. شو ردك؟ يا لطيف. طب بس أنا عامل مسلسلات عم تحكي عن الأزمات التي تفترس حياة المواطن السوري يومياً، ليش ما جاب سيرتها؟ ليش مش جاب سيرتها؟ ليه برأيك؟ عادي رأيه يا أخي، هو بيشوفني مخرج فاشل، هو بيشوف هي القضايا، عادي رأيه، مين هو؟ أوكي، أمرك سيدي. بس ولا أكثر. خلينا بالعربجي، أنت مؤخراً انتهيت من تصوير الجزء الثاني للمسلسل. صحيح. اللي رح ينعرض برمضان، شو بتخبرنا عنه؟ شوف، مسلسل العربجي تجربة أغرتني كثير بالبداية، لأني أعمل هذا الشيء اللي براسي، أني أنا طلع فكرة الحدوتة تبع البيئة الشامية اللي بيعملوها وأعملها ببيئة ما لها علاقة بالشام، وضبطت هاي القصة بمسلسل العربجي. للي لما قريت النص حسيت انه هذا المسلسل ممكن يصير وين ما كان، حدوته اجتماعيه عاديه. بالفعل حقق نجاح كثير كبير بجزء الاول. قمت انا بلشت طلعه من العناصر الشاميه تبعه، ابتعد عن البيوت اللي فيها بحرات قدر الامكان، ابتعد عن شكل الحيط الدمشقي، بالديكورات، بالازياء، بالتفاصيل، بالكذا. قامت نجحت التجربه وطلع حلو المسلسل، العالم حبته، العالم بتحب اخي في نوع دراما اللي هو الحدوته الفانتازيا مثل جيم اوف ثرونز، مثل كذا، اللي ما لها علاقه لا بالتاريخ ولا بالزمان ولا بالمكان. العالم بتحب هالقصص. فبناء على هذا النجاح تفكر بانه يعمل جزء ثاني، وكان بيزبط انه يعمل جزء ثاني كونه الصراعات لم تنتهي في الجزء الاول. لما نحن اجينا بهذا الجزء ولعناها. راح يكون اقوى من الجزء الاول. الله يوفقكم، كل التوفيق يا رب. وآخر نقطة بفقرة إيلو قال تحت عنوان سلافة معمار بطلة مسلسل الخائن ما بيدعمها طليقة المخرج سيف الدين السباعي. نقال بها تويت سلافة معمار بطلة مسلسل الخائن ما بيدعمها طليقة المخرج السوري سيف الدين السباعي، وهل هو غير راضي عن مشاهدها الجريئة؟ لا بس هو منين طلع معه أني غير راضي؟ يعني شو تشيل يعمل؟ طب انت رد، راضي على اداء سلافة؟ هذا سؤال ثاني. هاد بدي اعرف، بس بدي اعرف مين هي الصفحة ومنين طلع معه اني انا غير راضي. حطوا لنا التقرير. منين استنتج يعني انا احاكي الممثلة السورية سلافة معمار بطلة مسلسل الخائن لا تحظى بدعم زوجها السابق سيف الدين سبيعي، والذي يتجاهل التفاعل مع اي منشور خاص بمسلسل الخائن او باداء بطلته سلافة، وكأنه غير معجب به ولا بتجربة سلافة الجديدة والتي اثارت جدلا كبيرا. علاقتهما جيدة جدا. من هؤلاء؟ لك والله الرد على هذول الناس يرفع قيمة هؤلاء الناس. لك خلص اتركهم بهالضحالة تبعهم. هذا شيء ضحل. انسالي هالتعليق، أنا عم بسألك دعمتها لسلافة بالخائن؟ شو دعمتها؟ شو بدي ساوي لها يعني؟ شفنا مشهد جريء جماعه مع قيس، ما عندي مشكله، ما كان مجتاح مواقع، ما كان لا والله ما شفتوا المشهد، شفت لا والله شفته هذا اللي بالحلقه الاولى وكذا. مزبوط. شفته ايه، ما في شيء مشهد، لا ما له جريء. ما عاتبتها؟ هذا جريء. زقفت لها للسلافة، قلت لها برافو. انا بصفق لها دائما للسلافة. سلافة ممثله من الطراز الرفيع، وما عاد في داعي ارجع اعيد هذا الحكي. ما في شك، عم نحكي عن الخائن. انا الخائن ما عجبتني التجربه كلها، مو سلافة المشكله، مو سلافة. وحتى مع انه محقق انتشار كبير. انا بغض النظر هدول التجارب ما عم بيفوتوا بمخي علي. من اي ناحيه؟ من الناحيه الانتاجيه تبعهم، يعني انا بحس انه مصاري كثير عم تدفع على شيء بس ايه بيتوجه باتجاه ثاني، كان والله بيتساوى مسلسلات احسن بكثير. مش عم تظلمهم نوعا ما؟ انا هذا يعني شفنا ستيلاتو، شفنا كريستال، كلهم شفنا كلهم على كلهم كلهم كلهم. انا برايي لو هذه المصاري بتتوظف بدراما عربيه متنوعه، تونسيه، جزائريه، مغربيه، مصريه، سوريه، لبنانيه، خليجيه، احسن باختصار شديد. طب اذا اليوم الام بي سي دعتك تخرج هيك عمل، ما راح تدعيني، لانه هي مسلسلات عم تجي باكج ديل من الشركه تبعها، عم يشتروها هي والمنتجين تبعها، يعني عم يرجعوا يعيدوا تنفيذ المسلسل نفس الناس بالشركه الاساسيه. هيك عم بتصير هي المسلسلات. هي مو هون الفكره، الفكره انه ليش لنرجع نعمل هذا الشيء؟ هذا السؤال اللي ما حدا لهلا عم يجاوبنا عليه، وين ما كان عم ينسال هذا السؤال. ليه ما حدا عم ما بعرف انه ليش انا ارجع ساوي نفس المسلسل بممثلين تانيين بمسلسل انعرض من فترة قصيرة وكان مدبلج بصوت سوري يعني، والناس سمعانته وعرفانته وبتعرف شو بيصير فيه. شو مغزى إعادة إنتاجه مع ممثلين؟ طب وشو المغزى تانين؟ أنه عم يحققوا نجاح كتير كبير. هذا شيء ما بعرف الحقيقة، ما بعرف. أنا عم واجه مشكلة فيه. أو ما لا ما مشكلة، ليش مشكلة؟ هلأ شرحنا لك شو المجتمعات الفاشلة، حكينا فيها. فلا ما في مشكلة، معروف ليش عم ينجحوا. نحن عم نحكي على الشيء الفكري،
انا ما عم بحكي على شيء تجاري، شيء تجاري ناجح انا ما بقدر اقول لواحد منتج شغله ناجحه لا ترجع تساويها. يصطفل بده مصاري حقه، بس انا بعتب على الناس اللي بمواقع المسؤوليه يلي طب برايك سلافه عملت هالدور فقط من اجل المال؟ ما بعرف، لا بجوز هو اغراها الفكره، بجوز حبته، بجوز حبيت الورق. فاذا هيك بترد على هيدا؟ لا لا هذا حكي. شوف السوشيال ميديا مشكلتها الاساسيه انه هي خلت الاهبال يلي كان ما حدا بيعرفه غير عيلته يعرفوه كل العالم بسبب يعني السوشيال ميديا. بسبب السوشيال ميديا، شو المجتمعات هي؟ استاذ سيف مكافين بكتاب الشهرة الخاص فيك، ولكن بعد هالفاصل الاعلاني. كافيين معكم مشاهدين كتاب الشهرة الخاص بالنجم سيف الدين سباعي، أهلا وسهلا فيك مرة جديدة. أهلا وسهلا أستاذ سيف. وصلنا هلأ لفقرة الخيار لك، رح أطرح عليك مجموعة أسئلة وكل سؤال معه ثلاث خيارات فقط، بدك تختار جواب واحد. أوكي، بتحب هاللعبة؟ يا سلام، أجمل كتير. لعبة بالحياتي هي، بحبها كتير. أول سؤال بيقول، تختار هالفنانة اللبنانية لتعود معها لإخراج الكليبات. الخيارات هني نانسي عجرم، هيفا وهبي، أم نجوى كرم؟ ولا واحدة. ليه؟ خلاص كبروا هدول بالنجداد. طب من بيناتهم الأقرب؟ خلاص حاجة حاجة ما بس يعني إذا بدك تنقي بين هدول مشان أخلق ألعب اللعبة تبعك، نانسي عجرم. نانسي عجرم، إيه بحبها لنانسي. فإذا منضوي نانسي عجرم. ونقطة جديدة، بتفكر بالعودة إلى سلافة معمار فقط من أجل؟ الخيارات هني بنتكم ذهب لأنه والدك كان بده هالأمر، أم حتى ما تقضوا حياتكم وحيدين؟ ليش ما بيزبط الثلاثة سوا؟ لا خيار واحد. ليه؟ الأقرب. لا كلهم سوا، إنه كلهم ظابطين. بيك كان بده ترجع له؟ أكيد أكيد، بحبها بابا كتير لسلافة. الله يرحم الوالد، وعلى أمل هيك ترجعوا لبعض تقضوا الكبرة سوا. سؤال جديد، الممثل السوري اللي بترفض العمل معه من جديد، الخيارات هني مكسيم خليل، جمال سليمان، أم عابد فهد؟ ولا واحد. ما عندك مشكلة؟ لا لا، كان في عندي مشكلة في مرحلة يمكن مع عابد فهد بمرحلة، بس بعدين انحلت؟ ما في مشكلة، ما في مشكلة خلاص، خلافات صالحته زمان طبعا من زمان، بس لا لا ما في مشكلة. طب نقي لي الأقرب لإلك. والله ولا واحد، ليش بالعكس بتشتغل معهم كلهم. كلهم ما عندك مشكلة؟ أنا لا لا ما عندي مشكلة. لا مين، ليش بتفترض انه عندي مشكلة انا مع مكسيم خليل مثلا وجمال سليمان؟ ما في مشكلة. ما بتطلع على آرائهم السياسية؟ لا لا، شو بدي بآرائهم السياسية؟ شو دخلني بآرائهم السياسية؟ آرائهم السياسية يستفلوا منهم لهم فيها. سؤال جديد، قد تفكر مرة جديدة بالاعتزال لأنه؟ الخيارات هني الوسط الفني ما عاد يشبهك، المردود المادي ما عم يكفيك، أم لأنه اسمك ما عم يحظى بالتقدير المطلوب؟ أنا فكرة إنه اسمي ما يحظى بالتقدير المطلوب ما كثير مهمة بالنسبة لي. فإذا بقي إيه؟ أول خيارين. فإذا بدك إذا 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 مثلا هي الوسط الفني اللي عندي هو لهلا هلا ما بيشبهني الوسط الفني، فما في داعي إنه يصير. يمكن إذا كان المردود المادي ما بيكفي. فإذا منضوي تاني خيار. سؤال جديد، الممثلة السورية نجمة الأعمال العربية المشتركة هي، عم نحكي اليوم، الخيارات هني كارس بشار، ديما أندلفت، أم سلافة معمار؟ والله كله، يعني بدك تختار جواب. لك والله كله اليوم مين؟ نجمات كلهم مثل هلا اليوم سلافة معمار، لأنه هلا عم يطلع المسلسل سلافة معمار. خلاص. سؤال آخر، الممثلة اللبنانية اللي بتتمنى أنه تكون بطلة عمل من إخراجك، الخيارات هني نادين نسيب نجيم، ورد الخال، دانيلا رحمي؟ شايف شايف هذا الحديث اللي حكيناه كله أنا وياك هلا؟ هلا اذا انا بختار اي اسم من هدول، اول مانشيت راح يطلع بكره بالهي سيف سبيعي يختار شيء نادين فلان. لا لا ما فهمت، بس وين المشكله؟ بس انه شو هو شو اهميته هذا الموضوع؟ بس عم تختاروا لشيء ايجابي، ما اخي شو سلبي. بالنسبه لحديثنا كله عم بحكي على ملخص، انا عم بحكي على نتيجه علي، حديثنا كله هذا اهم شيء شيء فيه. هلا نحن عم نحكي هون بلعبه، لينحط مانشيت، عم بحكيك على الصحافه. ايه. انا ما عم بحكي هلا شو بدنا نجاوب وشو بدنا كذا، لينحط مانشيت هذا اهم شيء بالحديث. لا اكيد ما انه اهم شيء، بس حلو كمان هيك نعطي كريدت. والله كلهم بحبهم كلهم، بس اكثر وحده اليوم هيك. والله كلهم، والله كلهم كلهم انت بتحب تشتغل معهم. ايه ما عم نقول. ايه لا كلهم
طب اعطيني اول ثاني ثالث وبالتسلسل اللي موجودين اذا بدك. نادين نسيب الجبل ايه هيك اذا بدك ايه بس كلهم بحبوه. كيف ملاقي اداء نادين؟ منيحه باعتبار حطيتها منيحه منيحه بالنسبه لها، بالنسبه للشيء اللي عم تعمله، الادوار اللي عم تعملها منيحه، عم تعمل المطلوب منها، عم تنفذ المطلوب منها بشكل ممتاز، وهي ما شاء الله نجمه نادين، نجمه. شو بدنا نضحك على حالنا؟ ضولنا نادين لانه كانت بالمرتبه الاولى. سؤال جديد، كنت بمكان عام مع بنتك ذهب وانزعجت من نظرات احد الشباب لها، كيف بتتصرف؟ ولا شيء. الخيارات هني بتغادروا المكان، امر طبيعي لانه بنتك صبيه حلوه، ام بتروح لعنده وبتطلب منه انه يغادر المكان؟ لا لا، هو امر طبيعي لانه بنت حلوه ما شاء الله حولها، يعني كل العالم هيك بتقول. صح، بوافقك. الله يخلي لكم اياها. فاذا ثاني فامر طبيعي. هلا اذا ترازلت غلظ علينا بدنا نحمل حالنا ونمشي، اذا اما اذا ضل بس عم يتطلع يتطلع. شي مره عملت مشكله كرمال ذهب؟ لا 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 أبداً. لا لا. سؤال آخر، مطربة سوريا الأولى اليوم، الخيارات هني ميادة الحناوي، أصالة أم رويدة عطية؟ كون أصالة صارت عايشة برا أصلاً وعم تغني مو سوري، وأصلاً هو كله ما بيغنوا سوري، ما حدا عم يغني سوري كغن أغنية سورية، يعني بحس القصة بين ميادة الحناوي وأصالة. والله مين؟ يعني بسبب العمر والقدر والقيمة الحلوة ميادة الحناوي. ميادة الحناوي دخيل قلبك بحبها، أنا بموت عليها ست ميادة، وهي بتحبني كثير على فكرة، كلنا بنحبها، كل فترة بتحاكيني وبتتفرج على المسلسلات، بموت عليها. قامة فنية طبعا. أصالة بحبها أكيد، كلهم أصالة جارتنا، أصالة جارتنا كانت يعني بنفس البناية ربيعانين سوا، في تواصل بينك وبينها؟ طبعا طبعا، أنا وأخواتها حتى لليوم. أنا وأخواتها طبعا طبعا. بتقلها رجعي على سوريا؟ ما إذا بدها ترجع ترجع، ليش لا ترجع؟ بس اكيد هي في، اذا بدها ترجع فيها ترجع، اكيد اكيد فيها ترجع. المخلوقه عملت حياه، خلص صارت حياتها برا ونشحت وما شاء الله حولها وبتبيض الوش وبتاخذ العقل. ما لازم نخسر بعض مشان اراء سياسيه يا اخي، ما لازم يصطفلوا هدول السياسيين، بيروحوا بتروح السياسه، اللي بضل نحن. ما بدي اخسر حدا والله، اللي هو هيك يصطفل. انا اللي بس اللي يتورط بدم هذا اللي بقول ايه ممكن ما احكي معه، اما دول شو عم يحكوا يا سيدي، ويحكوا فارقه يعني رح يغيروا شيء دخيله. حلو هالسلام اللي انت عايشه. أكي. نقطه جديده، عرض عليك مشهد بوسي بتجمعك برجل مثلي بمسلسل ذات انتاج ضخم، انتاج ضخم يعني في مصاري. الخيارات هني بتوافق اذا كان الاجر عالي جدا، بترفض لانك ضد الترويج للمثليه، بتوافق دون شرط لانه مجرد تمثيل. والله صعبه هالفرضيه وما رح اقدر اجاوبك عليها. صعبه كثير كثير، يعني انا بحس انه هي من المشاكل اللي بتمرق بالحياه، من دي ما في داعي انا افكر فيها، بحس انه وي ويل كروس ذات بريدج وين وي ريتش ات. في مسلسل بريطاني هيك بيقول انه اذا وصلنا لهيك شغله ساعتها منفكر شو بدنا نعمل، اما والله هلا شغل لك راسي انه والله ايه شو بختار، لا 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 لا، لانه وقت القصه قال له مده، قال له اللي عم ياكل العصي مو مثل اللي عم بيعده. لما بتصير القصه على المحك فعلا، لما بيكون في اجر على المحك فعلا، لما بيكون في ظرف على هون ساعتها بفكر. ما هلا ولا اقعد تعب حالي مشان جاوبك لك، لا ما راح تعب حالي. تعب حالك وتعب نفسيتك. سؤال اخر، افضل ممثل سوري، الخيارات هني باسل خياط، تيم حسن، ام قصي خولي؟ كلهم افضل ممثلين سوري، مضطرين نختار، نجمعهم على كلهم بجانب وكلهم نجوم جميلة بمجرد ما حطيناهم. والله والله يعني والله الثلاثة الأفضل عندك، ما 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 بيتميزوا عن بعض، عن جد ما بيتميزوا عن بعض والله العظيم. مشان نكون واقعيين، والله الثلاثة بجننوا، حرام يعني نبخسهم حقهم. طيب أوكي، أنا بجوز عندي عتب عليهم مؤخرا، راحت حالتهم للنجومية أكثر من التمثيل الحقيقي. يعني بتعرف النجومية بتسرق علي، النجومية بتغير، بيصير الممثل بيهتم بتفاصيل اكثر، يعني ما كثير مهمه بحياه التمثيل، بشغل التمثيل الحقيقي، بصير بيهتم بالادوار اللي بدها تجي وشو ممكن يعمل شو ممكن ما يعمل، وهذا مشهد انا بصوره وهذا مشهد انا ما بصوره، وما بصير في كثير قصص يعني. ثلاثتهم شدتهم النجوميه اكثر. انا بحس هيك. انا مين انظلم اكثر بالنجوميه؟ والله لا والله الثلاثه ما شاء الله حولهم مضويين وبياخذوا العقل، وانا برفع راسي فيهم وين ما كان يعني. هذا اكيد يعني ما في شك، لا يعني يعني بالعكس بنبسط لما بينحكى عليهم بالمنيح الثلاثه، ولسه في غيرهم يعني
كمان في مكسيم خليل كمان من الشباب المناح كثير اكيد في محمد الاحمد مؤخرا في في شباب منيح عم يطلعوا يعني مو لن تقف الحياه عند اي حدا منهم دائما عم يطلع شباب جداد كثير مناح ما في شك استاذ سيف وصلنا لاخر فقره بحلقه الليله وهي من الدائره اشخاص من دائرتك نجوم اصدقاء زملاء اشخاص من عائلتك هن رح يطرحوا السؤال عليك حلو اول سؤال من مين خلينا نشوف هات لنشوف ان شاء الله كل عام وانتم بالف خير ينعاد عليكم سنه مباركه على الجميع سؤالي لسيف كتير بسيط هل إجا لسيف سبيعي لحد هذه اللحظة المشروع اللي بيحقق اسم سيف سبيعي وبيعبر عن وجهة نظره الفنية والشي اللي بيطمح له ولا لسه ما انعرض عليه هيك مشروع سؤال من النجم السوري باسم يخور وصديقك كمان صديقي من الأصدقاء المقربين مؤخرا يعني باسم وحتى جاري يعني ساكن فوقي صح. جار الرضا ايه جار الرضا ايه أنا جوابا على سؤاله بوجه له تحية يعني وحقيقة باذل مجهود هائل بالعربجي هذا الجزء الثاني اللي صورناه بحس أنا أنه لا لسه ما صح لي هذا المسلسل اللي مثل ما صح لزملائي من المخرجين ظروف مسلسلات كتير مرتاحة لا لهلا ما صح لي يعني ما قدرت أشتغل مسلسل على كيفي 100% بعد ما أشتغل لا لسه لا لسه سؤال آخر من مين؟ من مين بتتوقع؟ من مين؟ اعطيني اسم نجم او نجمه بتتوقع يكون له مداخله والله ما بعرف بهالحلقه شكرا مرتجى ما بعرف خلينا نشوف من مين شكرا رفيدي كثير لانه مرحبا سيف يعطيك العافيه انت مثل العادة عندك طله حلوه كثير لانه انت طلتك بالاساس بالحياه من جوا ومن برا حلوه ما شاء الله عنك هذا اللي انا بعرفه فيك يعني من زمان في اشياء ثانيه انا بعرفها وما بعرفها يمكن اكيد بس بكل الأحوال أنا من تجربتي بعرف أن المخرجين أنواع أنا بوقف عند نوعين نوع ما بيقبل إلا يكون شريك مع الممثل ومع الجميع مع كل عناصر العمل حتى مع دي أو بي مع الصوت مع كل الحالات الفنية اللي خلف الكاميرا بيكون بيبقى شريك بيستفيد من عناصر وبيتناقش معها وبيختلف معها ليوصل لنتائج وبيقبل اقتراحات المخرج اللي عقله مفتوح اللي بيقبل كل هذه العلاقة بالشراكة مع الجميع بعتقد هذا بيلامس النجاح أكثر من غيره أنا كنت أتعب كثير مع مخرجين لا يقبلوا الشراكة لا يقبلوا ويفهموا أنه العائل كل ما فتح كل واحد بيصنع نتائج أفضل باقتراحات مختلفة وأنه المسألة مسألة تعاون أنت من المخرجين اللي من أول ما تعرفت على تجاربك الأولى أنت بتطرح نفسك شريك وهي ميزة فيك أنا ما أتمنى توصل لمطرح أبداً تتخلى فيه عن هاي الميزة أنك أنت دائماً بتطالب بالشراكة قبل ما يطالب فيها الممثل مهما كان دوره صغير ولا كبير أنا ما أتمنى أبداً أنك تتخلى عنها نقطة بالعكس أنا بتمنى تكرسها أكثر وتوصل لمستويات أبعد بشغلك بس هلأ أنا بدي أسألك شو رأيك بالمخرجين يلي ما بيعرفوا يعملوا شراكة شو حلتهم دول؟ سؤال من النجم السوري عباس النوري من وجه له تحية حب أول شيء بدي سلم عليه وقل له مشتاق له كثير لأبو ميار أنا كثير علاقتي بالأستاذ عباس كثير حلوة وصلها زمان يعني من زمان نحن بنشتغل سوا من أيام الحصروم الشامي وإذا انتبهت وسحبت مسلسلات طويلة يعني ففعلا وإذا انتبهت هي الفكرة اللي حكاها الأستاذ عباس اللي حكيتها أنا هلأ من شوي اللي هي هو منتبه عليها هو لاقطها شايف الممثل لما بيلقط الفكره انه انا دائما بحسس الممثلين انه انا شريككم يعني انتم قدموا قولوا خليكم معي مزبوط انا مو بدي اياكم بس تتحركوا واعملوا لا 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 بدي اياك تفكر حتى معي عرفت شلون فهي الفكره هي اللي حلوه هالشراكه هلا رايي بالمخرجين الثانيين انا بحس انه هدول صعب يتطوروا هدول المخرجين الثانيين يلي هيك يلي من تبع انه ما بيسمع غير ما صوت نفسه فما ما بيتطور وعلى فكره بيبين هذا الشيء بشغلهم يعني انت بتتفرج هيك على اعمالهم بتلاقي انه بتحس انه في هيك شيء فاذا هيدا جوابك على سؤال النجم عباس النوري وبشكره كثير وبوجه له بشكر كل النجوم يلي مشاركين بهالفقره هلا سؤال من مين يا ترى والله ما بعرف حذرنا شكرا طلعت مو شكرا طب خلينا نشوف من مين هات لنشوف مين
مرحبا. مرحبا كتاب الشهرة. مرحبا علي. كل عام وانتم بخير. سنة خير على الجميع. مرحبا يا أبو دهاب. أنا مشتاقة لك كتير. ما بعرف شو بدي أقول له لأبو الدهاب. بدي أقول له إنه هو صديق كتير مهم. مخرج كتير مهم. أنا كتير بحب أشتغل معه. لأنه هني. بيعرف شو بده. مع وقف التنفيذ يمكن هلأ فرصة أشكرك على هذا الدور. أشكرك على سكر يلي حلت حياتي المهنية وأضافت لأرشيفي شي كتير مهم وخلتني فكر كتير بخياراتي القادمة. ناطرين مال الأبان، ناطرين العربجي، ناطرين جديدك مثل العادة. سيف شريك كتير ظريف، قدمنا برنامج أنا ويا سوا، كنت كتير مستمتعة، ماله أناني أبدا أبدا. من أحلى الشغلات بسيف ثقته بنفسه. سيف ما بيغار أبدا أبدا. وإذا غار بيكون هاي الغيرة بتكون محفزة. بدي أقول لك أنه الله يرحم أبوك. بعرف قديش أنت مشتاق له ومستفقد له أكيد والدتك، ولكن أبوك ترك مكان فارغ بالوسط الفني وهذا كلياتنا بنعرفه. وجه رسالة لرفيق سباعي من بعد إذنك. كل عام وأنتم بخير. شكرا مرتجى. سؤال من النجمة صديقة. شكرا مرتجى. أول شيء بدي أشكرها كثير لشكران وإلا قلبي معه، لأنه هي هلأ كثير وضعها النفسي صعب بعد وفاة والدتها وبعد ما يحدث في غزة. صح. شكران هي من غزة على فكرة. مظبوط. عائلتها بغزة، في عندها قرايبين هلأ بغزة، في منهم يمكن ناس وسمعنا لها أكثر من نداء كمان. في ناس ماتت يمكن من قرايبينها. فأنا بدي إلا أنه أني أنا قلبي معك بكل الوقت يا شكران. وأنا يلي بدي أشكرك على دورك بسكر. لا دمعت. متعاطف مع شكران بس. وأنا بحس أنه هي شكران من ممثلات اللي كتير كتير جيدات مبدعة، كتير عندهم عوالم داخلية حلوة. صح، بوافق. كتير جواتهم في عندهم شيء حلو كتير. أول شيء أنا بشكرها يعني على هذا الدور، هي معتبرته أنا أنا هيك بعتبره كمان يعني نجاح مشترك، هي أدته بأفضل ما يمكن يعني الحقيقة. وبداني وجه رسالة لأبي، شو بدي وجه له؟ ما بقدر أقول له غير اشتقت لك. ما بيطلع معي غير اشتقت لك. الله يرحمه. الله يرحمه. تعيش. آخر سؤال من مين؟ تحياتي لأستاذ علي ولكل مشاهدين قناة الجديد ولصديقي القديم والجديد والمستقبلي سيف حبيب القلب. سؤالي بس لأنه طلبته مني مشان الجمهور يعرفه، مع أني بعرف إجابته. سيف، أنت برأيك المنتج، هاي سؤال عام وخاص، المنتج بيفرض على المخرج الممثلين اللي بدو اياهم، والخاص هل انت من المخرجين يلي ممكن يفرض عليك المنتج ممثلين انت ما بتشوفهم بالدور المناسب؟ يعني انا بعرف الجواب اكيد، واتمنى تجاوبنا بشفافيه المعتاده وصراحتك وجرأتك المعتاده ايضا. سؤال من النجم عبد المنعم عميري. اولا كمان على فكره عبد من اصدقائي يلي من اصدقاء البدايات، يعني اذا بدك اصدقاء التعتير وبدايه تلمس طريق التمثيل كنت مع عبد. ففعلا مثل ما قال، كل الاسئله اللي ممكن يسالني اياها انا مجاوبه عليها. هو دائما بيضل بيسالني، وانا بحبه كثير لعبد، ممثل من طراز رفيع جدا. عبد المنعم عميري. صح. من طراز رفيع جدا يكاد يكون عالمي. جوابا على سؤال عبد المنعم، كل المخرجين بينفرض عليهم ممثلين من المنتجين، وهذا طبيعي، ومو بس بسوريا ولا بالعرب، وين ما كان. مزبوط. من هوليوود وجر يعني كله هذا في هلا المخرج بيحاول قدر الامكان مشان ينقذ عمله الفني انه يوظف هذا الممثل اللي بده اياه المنتج بالمكان المناسب. احيانا المنتج بيكون سلطته اقوى في وصفه بمكان اقوى، بس بده يساويها، ما عنده بالنهايه. المنتج هو سيد والمال قوة، هو سيد القصه كلها، مشروعه هذا مسلسله. ونحن هيك بنتعامل، نحن ما عندنا شركاء بالعمليه الفنيه، نحن ماجورين، نحن بناخذ اجرتنا.
لما بنصير شركاء بالعملية الفنية هذا يعني بده يصير الشركاء بالإنتاج، فبالتالي شركاء بالمرابح، فالمنتج له كلمته. فإذا هيدا جوابك على سؤال كلهم النجم كلهم. عبد المنعم عميري. أستاذ سيف، وصلنا لختام حلقة الليلة، إذا بدك تختار عنوان لكتاب الشهرة الخاص فيك، شو بيكون هالعنوان؟ محاولة البقاء. محاولة البقاء. فإذا مع هالعنوان منكون وصلنا لختام حلقتنا، نورتنا. شكرا لك، وفرحت كتير إنه وقفنا على أبرز محطات حياتك من أول ما خلقت لليوم، على أمل النجاحات يزيدوا وهيك هالشراكة الحلوة بينك وبين النجوم تبقى وتستمر. شكرا لك علي، الحقيقة أنا ولو إنه طويل البرنامج شوي حسيته، بس استمتعت جدا ومنيح أني رجعت أنا عملت لقاء يعني بعد هذا الانقطاع. صار لي زمان، وانت صار لك كتير زمان منك طالع على الإعلام اللبناني، فلا بيسوى أنه كنت موجود. نورت جدا، وشكرا كثير لكم. شكرا لحضورك، شكرا لمتابعينا، ملتقانا الأسبوع المقبل مع ضيف جديد. تصبحوا على ألف خير.